معنا الآن عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة النقل حسين الخفاجي، أهلا بك معنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، أنت معنا في النشرة. أعلنت في البدء عمليات التفويج العكسي لزوار الأربعينية، برأيك كيف تقيمون خطة النقل لهذا العام، وهل نجحت باستيعاب الأعداد الكبيرة للزائرين والتي تفرق عن الأعوام الماضية؟ تحية لك ولمشاهديكم الكرام. بالبداية أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المطار الجلال. طبعا استنفرت إدارة النقل جميع إمكانياتها بالآليات والفنيين والإداريين في كربلاء المقدسة. طبعا أربع خمس محاور اللي موجودة داخل كربلاء، احنا قدرنا نتوج إلى داخل كربلاء هاي الحشود المليونية، والآن صار عندنا استنفار بالتفويج العكسي. التفويج العكسي مثل ما تعرفين الشركة العامة للمسافرين والوفود، لدينا 800 مركبة رطابقين ورطابق. هاي محور بغداد الخناصة أو الويند نقدر نقول. عندنا المحور العطيشي اللي ماسكته الشركة العامة نقل البحري زائد البري زائد الخطوط الجوية العراقية، هم لدينا أكثر من 300 مركبة، يعني منشأة مركبة كبيرة، والحمد لله كان حاليا من لا تصل منطقة العطيشي، يعني عندنا الحيدرية باتجاه ساحة الوين، الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لديها 32 ألف مركبة زائد يعني أكثر من 32 مركبة. نعم، والحمد لله والشكر الحركة السياسية حالياً أنا موجود في منطقة العطيشي. نعم. طيب إلى أي مدى يمكن أن تصل نقاط المركبات المتوجهة إلى كربلاء المقدسة غير الذي ذكرته من الأماكن؟ إلى أي نقطة ممكن أن تصل المركبات المتوجهة إلى كربلاء المقدسة غير المناطق التي ذكرتها سابقاً؟ المركبات احنا حاليا تختلف عن باقي السنين مثل ما قلت لحضرتك. نعم. طبعا طريق النجف يدخل ساحه اللي هي ساحه الملحق اللي هي قريبه على الامام حسين عليه السلام، الامامين الشريفين. فالاتجاه بالمناطق الجنوبيه. عندنا عن طريق بغداد مركبات الشركة العامة للمسافرين والوفود تنقل تطلع من منطقة العباس اللي هو قريب على الحرمين الشريفين، تنقل خارج باتجاه النسيب. طيب أستاذ حسين، لو تكلمنا عن الخطة الأمنية أو التنسيق الأمني بين وزارة النقل والقوات الأمنية وشرطة المرور وحتى المتطوعين في خدمة الزيارة في تأمين الطرق المغلقة، كيف تكون هذه الحركة والتنسيق بين ما ذكرت؟ طبعا التنسيق بين قوات الأمنية ووزارتنا اللي موجودة طبعا تنسيق عالي جدا. والدليل بأن قائد عمليات فرات الأوساط أو قائد شرطة كربلاء أو قائد عمليات كربلاء يتجولون بجميع القواطع، بالاضافه الى الوكلاء الاداريين اللي وكيل اداره العفو والوكيل الفني وكلاء الوزاره الموجودين موجودين، اضافه الى ذلك المدراء العامين بكافه تشكيلات الوزاره، ايضا موزعين توجيهات مع الوزير كابتن ناصر حسين بندر الشبلي. نعم. موزعين بالقواطع طبعا خلال 24 ساعه مستمره. نعم، الشكر جزيلا. اي زخم يصير نعم. احنا نتصل بالقوات الامنيه، نخلي نفتح الطريق على مود تفتح انسيابيع ترجع انسيابيع قياديه كل مناطق يعني اللي موجوده داخل كربلاء. نعم، الشكر الموصول لجهودكم وللمشاركه في هذه النشره، المتحدث باسم وزاره النقل حسين الخفاجي.